التسبيح خدنا بعيد وياه. العمر بيفوت ويمر بين حيوي ومر، وطريق ماشيينه اسمه حياة. ضحكتنا ودمعتنا في حياتنا حكاياتنا مع ناس، وده جنبك أقرب لك من قلبك وفي طيبته، ومفيش ده بكرة وده بايع بالفطرة ومعندوش إحساس، وقلبي ما بيحبش يبقى خسارة يعني. وتمشيه مهما بيكون صعب، ساعات بتلاقي في سعادتك، ساعات ياخدك لجرح وغل، وناس عنك تشيل همك ويفرحوا لو تكون فرحة، وده منك ومن دمك، لكن بقى في لحظة عايزين تموتوني صح؟ هذا الشر عليك يا مامي، ما تقوليش كده. مامي احنا مرضناش نعمل كده فعلا قبل ما انتي تيجي. قلت لو جيت ولقيتيني اتطلقت هتقولي ان احنا بنفكر من دماغنا وان انتي مش فارقه معانا. هو احمد فعلا ساب البيت لما عرف ان انا راجع، ولا هو كان مسافر كده كده؟ سابه لما عرف ان انت راجع. الله، بصي يا حبيبه، علمي نفسك يا بنتي ان سريرك يبقى دافي، والكلمتين اللي تقوليهم بينك وبين جوزك ما يطلعوش لحد بر. ده انت ما صدقتي بقولك مالك، قريتي الفيلم كله. هنتطلق خلاص. نادر كلمني وقال لي المأذون هيجي يوم التلات. هكلمك بقى يوسف يوم التلات هو كمان. ابنك ادم لو لف الدنيا بحالها ما هيلاقي واحده تحبه وشارياه قد البت دي. تعالي انت كمان هاتي بوسه. ايه ده فعلا؟ اللي زي نديم في جبروته ده لما بينتقم يبقى مخيف. حبيبتي الخيانه دي بيبقى بين اتنين بيحبوا بعض او في بينهم علاقه حب. واللي ما بيننا ده نسميه ان شاء الله. نسميه شغل، نسميه هلس، نسميه سرير، اي حاجه تانيه غير الحب جرايه ليله. انتي مش عارفه تحبي نفسك، وده اللي مخليكي مقتنعه ان الناس كرهاكي، وده مش حقيقي. انتي اذا تقتنعي ان هم كارهينك عشان تفضلي تلعني في حظك، بس حظنا احنا اللي بنعمله مش هو اللي بيعملنا. ايه يا ايه؟ وانا كنت بكرم نفسي لما قلت لك انك مش مستعده انك تخشي في علاقه دلوقتي، المفروض تركزي في شغلك بس. بس انا حاسه ان انا بحبه. ايوه، احساسي ده ممكن يكون كذاب، ممكن تكوني بتعملي كل ده عشان تخليه يتعلق بيكي تاني، وبعد ما يتعلق بيكي تكتشفي انك ما كنتيش بتحبيه اصلا. ساعتها ايه اللي هيحصل؟ هتخسري حاجات كتير قوي، هتخسريه للابد وهتخسري نفسك. انا
يا احمد مش همشي من هنا غير ما تتكلم معايا. هزقني اشتمني يضربني بس اتكلم معايا. انت بتعمل كده ليه؟ انا لسه عايش، انا ما متش. ليه بتضحك على نفسك؟ عشان انت بالنسبه لي مت، ما بقتش موجود. ما فيش واحد مهم بيرجع الحياه تاني. ليه بتعمل كده يا احمد؟ عشان انا مت مليون مره بسبب اني كنت حاسس بالذنب، عشان كنت سبب في اللي جرالك. كنت بموت وانا مش عارف ارجع للحياه وانت مش فيها، بس مش عارف ارجع، مش عارف ارجع. طب انا اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ موت نفسي بجد؟ انت بالنسبه لي مت بجد. انت بالنسبه لي هوا هوا. ابراهيم ابو المجد ادخل. تمام يا فندم، المتهم احمد ابراهيم ابو المجد. ماشي امشي انت. عمرك يا فندم. احمد مش فاكرني؟ انا ماجد الحكيم، كنت معاك في المدرسه زمان. تحب تشرب حاجه؟ الحقيقة لما شفت بطاقتك وقريت اسمك وشفت صورتك كويس قلت استحالة تكون انت. مع ان شغلانتنا دي علمتني ان انا ما استغربش من اي حاجة. بس احمد ابو المجد الطيب الخلوق اللي كان معايا في المدرسة من ابتدائي لثانوي، معقول يبقى يتمسك في الشارع وهو بيشرب مخدرات؟ انا زميلي قال لي ان انت ما رضيتش تكلم حد من اهلك. بص يا احمد، احنا يمكن ما كناش اصحاب قوي زمان، بس ربنا يعلم انا قد ايه بحبك وبحترمك. قول لي ايه اللي حصل عشان اعرف اساعدك. انا مش ظابط ولا انت متهم. انا زميلك اللي كنت قاعد في الديسك اللي وراك. قول لي ايه اللي حصل عشان لو في حاجه اقدر اقدمها لك اقدمها لك. ما حصلش حاجه. وانا مش محتاج اي حاجه.
يعني ايه مش عايز حاجة؟ مفيش حاجة اسمها كده. انت واقع في مصيبة. ايه اللي خلاك تكسر الموبايل لما اتقبض عليك؟ انت ليه يا احمد مش عايز تكلم حد من اهلك؟ عشان مش عايز اكلم حد. مفيش حاجة اسمها كده. خد. خد كلم حد من اهلك عشان نتمم الاجراءات. ليه؟ ليه اكلمهم واشغلهم بيا مش محتاجين في حاجه؟ ليه بقول لحضرتك انا مذنب ومعترف اني مذنب وهتحمل نتيجه ذنبي؟ ازيكم يا بنات؟ ازي حضرتك؟ ازيك يا ماي؟ ما قلتيش انك جايه يعني. هو المفروض استاذن قبل ما اجي بيتي ولا ايه؟ ايه ده؟ هو انت غضبانه ولا ايه؟ ايوه غضبانه ومش طايقه دبان وشي وطالعه نام. تعالي بس يا ماما بلاش قمص العيال ده، اقعدي فيه. لما تكلمي معايا تكلمي معايا باحترام، وبعدين انتوا العيال مش انا. طيب ممكن تقعدي طيب وبس واحكي لنا ايه اللي حصل؟ عبد السلام طلع يعرف واحدة. لا مش معقول. مش معقول ايه؟ يبقى انا اللي ست مجنونة وبتبلع عليه وبيتهيألي ان انا شفت صورتها على موبايله؟ طب وما سألتوش ليه؟ سألته كدب وعرق، قال لي ان هو نسي، لكن ما نسيش بقى يحكي لي لون مخدات الاوتيل ايه، لكن نسي يقول لي ان هو قابل صاحبته الامريكانية اللي كان يعرفها من زمان وانهم اتعشوا مع بعض عشاء رومانتيكي جدا، وبعتت له الصورة وكتبت له عليها يو ار ميست. طب ما عادي يا ماما انها تبعت له كده، ما هي امريكانيه. وانت بقى فتشتي في تليفونه من وراه؟ لا ما فتشتش، كنت فاكراه موبايلي انا. اه فانت بقى كتبتي الباسكود بتاعه اكنه موبايلك انت. ما كانش عليها زفت كود. يبقى كده هو حضرتك مش غلطان، علشان لو كان فعلا غلطان كان هيفضل قافش في تليفونه وكان هيبقى حاطط لوك على التليفون. ما قاليش ان هو قابل الوليه دي اللي كان يعرفها من زمان. سوها علي يا ستي، مش مشكلة يعني. لا مشكلة، لأن لو ما كانش اتقفش ما كانش هيقولي. لا وقال إيه؟ يقولي إن كان في ناس كتير قوي، بس هي بقى اللي عملت لها دروب. اسمها كروب مش دروب. عملت لها نيلة. تقص الناس التانية ليه وتسيبها هي وهو جنب بعض عشان إيه؟ ما تروحي تسأليها هي بتتخانقي معاه هو ليه. وانتوا بقى المحامين بتوعه، هو اللي موكوا بقى مش أنا. كل قرف نحصل عنام. اقعدي بس يا ست، اقعدي ما يصحش كده. اقعدي اقعدي مش قاعد. ايه رايك؟ حلو قوي. طب يلا بينا. يلا تيجي. يلا انا وانت لهناك، انا عازمك. لا يا توفي ازاي يعني، ينفع بعد اللي حصل امبارح مع احمد ده اجي اسافر دلوقتي؟ هو فيها ايه يعني؟ على فكرة سافري لو انت مع بعضينا هيغير لك مودك. مع بعضينا؟ اه مع بعضينا. الو ادم ابو المجد، ما كانش ينفع اقوم على عم وما وصلكمش. انا مش عارف اشكر حضرتك ازاي الصراحة. يا عم تشكرنيش، انا اشكر الفيسبوك واصحاب الفيسبوك. انا بس لازم اقول لك حاجه مهمه، احمد موقفه مش سيء خالص. اهم حاجه ان هم ما عملوش تحليل الدم، لان لو عملوه تحليل هتبقى مشكله كبيره. المهم دلوقتي عايزك تفهم منه هو فعلا عمل كده ولا لا، لان انا حاسس ان في حاجه غلط. ادخل. Thank you.
اسف. خلاص خلاص بليز. تعالي بص، انا مش عايز اقتلها خالص، انا اتصرف، انا هعمل اللي ارضي وخرجك من هنا، بس لازم تساعدني. انا دلوقتي هتصرف، نرجع كل حاجه زي الاول واحسن من الاول كمان. بس انا مش هترجع زي الاول، ولا عايز افضل في السلطنة ده. سامحني، انا محتاجك اكتر ما انت محتاجني. لو انت لسه محتاجني، فاكر يا ادم لما قلت لي مره ان انا تعبني بتاع ابوك وخالك ومدرس العربي؟ لما انت اختفيت انا حسيت بالذنب، سمعت كلامك ورميت كل العبايات دي، صبست عبايتك انت. يمكن ما كنتش اقصد غصب عني، يمكن صدمت ان انت اختفيت، يمكن عشان كنت بشوف فين كل اللي حواليا قد ايه هم محتاجينك انت، فبقيت انت ومعرفتش، لان انا كنت بعمل شبه الحاجه مش الحاجه نفسها. حبيبي انت مش لازم تكون شبه حاجه، عم انت ممكن تكون احسن من اي حد فينا. بقيت ماشي ماشي. طب بص دلوقتي احنا هنتصرف، انا هطلع اجيب لك خل قلب الباع كله عشان نعرف نغني الانتاج التحليلي. انا مبسوط باللي انا فيه ده، انا احمد ابراهيم ابو المجد مسؤول عن اللي انا عملته، انا مبسوط كده. ايه اللي جابك السعادة انت كمان؟ مش بعادة يعني. ادم انت كويس؟ مالك؟ مالك يا ادم في ايه؟ ايه في ايه؟ في حد من اخواتك جرى له حاجة؟ لا ما حدش حصل له حاجة، بس حصل الموضوع كده. ما طنط يا ابني في ايه؟ ادم اتكلم قلبي هيقف. احمد اتقبض عليه. ايه بتقول ايه؟ احمد مين؟ احمد ابننا؟ انا ما بحبش اغني حاجه انا مش حاسسها، انا مش حاسس الاغنيه. هو بقى عايز يعمل الاغنيه دي يعملها بقى هو نفسه مع نفسه بقى، يعملها مزيكا يغنيها هو. عندك حق جدا، بس مش مستاهله كل القفش ده. ما هو اللي ابتدى بالقفش ده، هو عايز يعمل فيها مدير الفرقه ويسيطر بقى براحته بقى على نفسه. بس انا ملاحظه ان انت اللي عصبي شويه. ايه اللي خلاكي تقولي كده؟ عشان بقيت بتتنرفز كتير. معرفش بقى ايه، ممكن يكون في حاجه في حياتك مضايقاك مثلا. اشمعنى؟ مش ده من وانت وهيلدا سبتوا بعض وانت كده؟ معرفش ايه، مش عارف. يعني ما بقتش تحبها؟ لا خالص، انا ما بقتش احبها. لو كنت بحبها ما كنتش سبتها. يعني ممكن تحب تاني؟ وفي
أنا بحبك يا شادي. إيه؟ بحبك. وده فجأة كده يعني ولا إيه؟ لا مش فجأة. من ساعة ما كنت غيرانة من وأنت مع هيدا. كنت حاسة إن أنا مش قادرة أكون مع حد تاني غيرك. واللي ما قفشت نفسي كدابة وأنا بقنعك نبقى أصحاب. ما هو انت لازم تكوني بتكدبي، مش احنا المفروض ان احنا متفقين نبقى اصحاب بس؟ اي حد هيحس اي حاجه ناحيه التاني كان المفروض يقول له. وانا بقول لك انا اهو بقول من الاول بقى، طالما انت حاسه كده من الاول كان المفروض تقوليه من الاول يا ايه. مره واحد صاحبي قال لي انه بيحبني وانا كنت واضحه معاه وما رضيتش العب بمشاعره، قلت له مش هينفع، فكدب هو كمان على نفسه وقال لي نبقى اصحاب كده. بقينا واحده بواحده، فلما ربنا استجاب لدعاء القديم وحبتيه كنت فاكره طبعا انه هيقول لك انا كمان بحبك وبموت فيكي، وعمري ما بطلت يوم احبك، مش كده؟ مش كده؟ لا ما هو اكيد مش كده، عشان عمرها ما كانت كده. ايه انت بالنسبه لي صاحبتي، عمرك ما تكوني اي حاجه اكتر من كده. لما تراجعي نفسك تعرفي انك كنت بتكدبي على نفسك لما قلتي انك بتحبيني. انت بس انت عايزه تشوفيني بحبك، عايزه تشوفيني العاشق الولهان وتقولي لا يا حبيبي، لا خليك مكانك، خليك في الفريند زون بتاعتك دي انت متعود عليها. أنا آسفة يا شادي، اعتبرني ما قلتش حاجة. لا بس انت قلتي. ألو هاي إنجي. إيه؟ اسمي. يلا انا جايه لك. باي باي باي. فين في الاسم؟ سيبني يا شادي. طب ايه في ايه؟ طيب قولي. ما حصلش حاجه يا شادي، انزل. لا انا مش هنزل، هفضل معاك. يا شادي مش هسيبك، هفضل معاكي. شادي لو سمحت انزل. طب انت فاكر ميس نوران بتاعت الرسم؟ ايه اللي فاكرها؟ دي كانت تعبه الفصل كله. كان لازم اجيبهم، كان يموتوا من القلق عليك. بتوسخ ومطرب من حجم ريحتي وحشه وكل حاجه. يعني من ايه الكويس؟ ما انا كنت حاسس اني كويس قبل النهارده. كويس ازاي بس يا احمد؟ وانت مقبوض عليك في مصيبه زي دي. طب يا جماعه انا سيبكوا شويه. ماجد ده كان زميلي في مدرسه واحنا صغيرين. جدع قوي وعمل معايا الواجب بزياده. ايه اللي حصل؟ ازاي يعني الموضوع يوصل لكده؟ اكيد في حاجه غلط طبعا، مش كده؟ كانت في حاجه غلط دلوقتي بتتصلح. أنا عارف إني غلط، بس أنا بتعلم من غلطتي. وإيه الغلط اللي أنا عملته عشان توصلني إني أشوفك في موقف زي ده؟ عشان
اكشفكم كلكم وصلتوا اللي انتوا وصلتوا له ده. انت ما غلطتيش يا ماما. بس صدقيني انا كان لازم يحصل لي كده عشان اتعلم. لا ما كانش لازم خالص على فكره. يا موضوع ان انت مش عايز محامي ومش عايز تسمع الكلام عشان تحسن موقفك. سيبوني براحتي يا اخوانا. انا اول مره احس ان انا حر ومسؤول عن اللي انا بعمله. يعني ايه؟ سيبك تسكت. انا عارف ان انا بقوله ده مش هتفهموه. ما فيش حد مسؤول عن اخطاء حد. احنا بقيناش صغيرين. بس انا وعدك ان عمري ما هوجعك تاني ابدا. زي ما انت ما هتوعديني انك هتخلي بالك من نفسك وانا هخلي بالي من نفسي. وانتوا كمان يا بنات هتخلي بالكم من نفسكم. خلي بالك كل يوم انا باجي للبيت كنت مخبي الحلوه دي كلها فين. كل اللي جواك. انا بعمل كده في المزيكا. ولو حاسس ان انت غلطت فعلا وعايز تعترف وده هينظف وهيريحك اعمل كده. انا حاسه بيك كويس قوي. وده بايع بالفطرة وما عندوش إحساس
وتمشي مهما بيكون صعب. ساعات بتلاقي في سعادتك، ساعات ياخدك لجرح وغل، وناس عنك تشيل همك ويفرح لو تكون فرحة، وده منك ومن دمك، لكن بقى في لحظة وتمشيه مهما بيكون صعب. ساعات بتلاقي في سعادتك، ساعات ياخدك لجرح وغل، وناس عنك تشيل همك ويفرح لو تكون فرحة، وده منك ومن دمك، لكن بقى في لحظة بيكره، وده بقى